مشاهدينا الكرام، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم وينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة. في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من الشارع اللي بيجيكم معي أنا ليث البرغوثي عبر فضائية القدس التعليمية يوميا في شهر رمضان المبارك، راح نناقش في هذا اليوم مع الشارع الفلسطيني سؤال بسيط جدا: هل تحكمنا العادات والتقاليد أم يحكمنا الدين في هذه الأيام؟ يعني العيب ولا الحلال والحرام، الغلط ولا الممنوع؟ خلينا نسأل الشارع. عرفنا عنه. خالد البطار. من وين خالد؟ أصل من نيافة. كل الاحترام يا سيدي خالد. اليوم سؤالنا عن العادات والتقاليد، هل أنت بتطبق العادات والتقاليد في 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 يومك؟ لا لا، زماننا اختلفت في العادات والتقاليد كتير كتير، مش زي زمان ولا مرة بعود. شو اللي اختلف بالضبط؟ كتير. مثل؟ الكبار لما انتهوا من الوضع الشباب ما جددتش الأهالي اللي كانوا فيه، يعني طلعوا الأولاد قد ما كانت تربيتهم ما عملوش اللي كانوا الكبار بيعملوه، فقد ما بده يزبط الوضع بده يزبط الوضع إلا بكون واحد كبير ماسك الوضع والناس بتحبه ويجوا حواليه ممكن يزبط. أما لكن تقول إنه من الشباب اليوم والوضع، لا الوضع ما بيزبط. طيب أنا بدي أسألك سؤال، أنت بتفكر إنه تنفيذ القانون أهم من تنفيذ العادات والتقاليد؟ لا. ول؟ العادات والتقاليد أحلى. أهم؟ أهم. مش على الأحلى، إحنا بنحكي على الأهمية. وكيف؟ أهمية. الأهمية طبعاً، القانون حماية، والقانون اللي هو بلا مؤاخذة ما يلش إشي يعني، والقانون تبعنا اللي هو مسيطر على الوضع اللي بشوفه عاطل قانوننا. شكرا لك حبيبي. كل عام وانت بخير. وانت بخير الله يعطيك العافيه. كل عام سامر. مرحبا. مرحبتين. كل عام وانت بخير. وانت الف بخير. عرفنا على حالك لو سمحت. انا محمد عساف من بديه. محمد عساف اسم عم سم مع الفنان اسم عم سم. بتغني؟ لا لا لا. استاذ محمد، اليوم سؤالنا بحكي طبعا، وانت ما شاء الله عليك كم العمر؟ 60. ما شاء الله، الله يعطيك الصحة والعافية. اليوم سؤالنا بحكي، هل أصبحنا كمجتمع فلسطيني بنبدي أو بنعلي العادات والتقاليد والعيب وبستحي على الحرام والحلال والشرع والقانون والممنوع؟ نعم صحيح. ليش برأ؟ في أكوات الناس هيك، أما هو الصح والمضبوط الدين والشرع هو الصح. طيب في ناس بتبدي أي شيء على القانون، القانون اللي لازم يكون سيادي على الجميع. هو أفضل شيء القانون الدين، هو أفضل شيء. هيك برأيك؟ أنا هيك برأيي، هذا الرأي صحيح عندي أنا. الدين فوق كل شيء، هذا صحيح. طيب شو رأيك في الناس اللي بطلت يعني أصبحت يعني مختزلة، خلينا نقول، أو ضعيفة جدا في موضوع الاحترام للدين والأديان السماوية، وصارت يعني تعتبر التعدي على الأديان هي عنصر حرية شخصية؟ أنا بقول الله يهديهم، الله يهدي كل واحد من صح إن شاء الله، إنه ربنا اللي بيهدي، مش العبد اللي بيهدي، ربنا اللي بيهدي إن شاء الله، من المهديين إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. كل عام وانت بخير. وانت ألف بخير وشكرا لك. يعطيك العافية. الله يعافيك. مرحبا. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. طبعا انا بعرفك. طبعا. بس بدنا نعرف الناس. انس برغوثي من دير غساني. انس، اليوم موضوع بتهيألي راح يعني انت تجاوبني بفكر وبمنطق. لو نسألك انس، انه هل احنا في مجتمعنا العربي الفلسطيني حاليا نعتمد على العادات والتقاليد بليفل اعلى من الحكم في الشرع والدين أو الحكم بالقضاء والقانون؟ طبعا أنا برأيي أنه عندنا العادات والتقاليد يعني مهمة جدا، وغير هيك حتى منعليها أحيانا على الدين نفسه،
ومنعليها على القوانين كمان. يعني في مرات احنا منضيق على حالنا وبنجلد ذاتنا بعاداتنا وتقاليدنا في كثير شغلات، في المجالات الاجتماعية، في المجالات كلها، مجالات الحياة الموجودة هون. طيب برأيك يعني مجتمعنا الفلسطيني مغلق ثقافيا لدرجة انه يعني ما يلاقي حل لا بعض العادات والتقاليد اللي صارت زي نظام حياة؟ طالما احنا، انا بشوف شغلة يعني في المجتمع عندنا، طالما احنا من نافق، طالما احنا ما منتطور النافق، من نافق مثلا منيجي قدام الناس منحكي اشي وبيننا وبين ذاتنا منحكي اشي ثاني وبنفكر في اشي. هلا قدام المجتمع منيجي منحكي عن ايش؟ منيجي منحكي عن العادات والتقاليد زي ما هو احنا مبصومين او زي ما احنا هي متوارث متوارثي. بيننا وبين ذاتنا بنبقى نحكي لا لو انه ابصر ايش، فمنعبرش عن مكنوناتنا. يعني احنا مش سامحين لنفسنا ان نتطور، فهمت علي؟ مش سامحين لنفسنا ان نعيش مبسوطين. في ناس بتعمل الـ 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 الدين والشعائر الدينيه مجامله وعادات وتقاليد، يعني بيقول لك عيب ما يشوفونيش مثلا في الصلاه، بدي اروح اصلي، مش انه حرام ما اروحش اصلي مثلا. صحيح. شو رايك فيه؟ صحيح مزبوط، في ناس بتصلي عشان يعني انها بتستحي وعادات وتقاليد بتبقى متعوده من وهي صغيره، وفي يعني مش عن قناعه. وفي ناس كمان الصيام ما بيصوم بس بيحاول يستر حاله قدام الناس، فبيجوا الناس بيردوا يفضحوه، بيعيش في صراع، يعني صراع داخلي وخارجي مع بعض. كل عام وانت بخير أناس، وان شاء الله رمضان كريم. تسلموا لكم جميعا ان شاء الله، الله يخليهم. مرحبا. مرحب. كل عام وانت بخير. انت بألف خير. عرفنا على حالك. رائد ابو صفية، بيت سيرة رام الله. كل الاحترام يا اخ رائد. رائد، اليوم موضوعي انا انه هل العادات والتقاليد صفت تطغو في الحكم امام القانون والحكم الشرعي؟ اسمع، الحكم الشرعي، احنا مجتمع في الاول، احنا مجتمع عربي، والعادات والتقاليد هي تحكمنا. يعني في ناس يصير بقول لك عيب اروح اصلي الجمعه، عيب ما اروحش اصلي الجمعه، مش حرام ما اصليش الجمعه، مش حرام. ايوه، يعني هو خايف من العيب اكثر من الحرام. ما يشوفونيش. ايوه، قولوا وين بفلان. وعشان هي اسمع، اذا احنا في جوانا من غرسش الدين، شو الواحد يغرس في اولاده الدين والاخلاق والمبادئ اللي تربينا عليها، مجتمعنا راح ينهد، مجتمعنا في كارثه. طب برأيك يعني الـ 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 الاحتلال والثقافات، سيبك من الاحتلال، ثواني بس، لا بديش أعلق. احنا الشماعة نحط عليها تشلش الاحتلال؟ لا يا عم، الاحتلال ما كان لكش تسرق من جارك، شو ما كان ما بسمح لكش لا الشرع ولا الدين ولا المبادئ انك تسرق من جارك. ما هذا اللي انا بدي اقول، صوتك انت في دارك مشان جارك ينزعج، مش من عادات الناس، ما بكتش الناس هذه يا اخي. بس هم حاولوا غرس بعض الأمور اللي ممكن إنها تنسينا العادات المنيحة والإيجابية، وتنسينا برضو شوي من الدين. مش هم، اسمع، هم مش حاولوا، إحنا أصلاً تربة، إحنا مشان نكون واقعيين ونداوي حالنا وجروحنا، إحنا تربة خصبة للي زرعوا فينا. يعني لما بيشوف أنت بنتك طالع في بنتك ولا ابنك طالع ببنطلون ممزع، عادات مين وتقاليد مين هذا؟ في القرآن قال لك يا ردين عليكم من جلابيبكن، يعني معنى ان تحجبي للبنت. والشاب نفس الشيء، انت لازم تكون هين في المواقف. بعدين اسمع، احنا مسلوبين كل شيء، عليش قاعدين من نسوي في حركات، وكل يوم في هان مصيبه، وكل يوم شهر التوبه وشهر الغفران، نطلع اكثر شهر بصير فيه جرائم وقتل. يا سيدي ان شاء الله يصير احسن. الله يا رب عنك. شكرا لك. كل عام وانت بخير. العافيه. كل عام وانت بخير. مرحبا. مرحبتين. كل عام وانت بخير. تبع الخير يا رب. شو اخبار؟ تمام الحمد لله. عرفنا على حالك. علاء العربي. من وين علاء؟ من رام الله. نفسها؟ اي نعم. ولا من قراها؟ لا، من رام الله نفسها. البلد؟ اي نعم. كل الاحترام والتقدير. علاء. علاء، اليوم موضوعنا انه الشارع، المجتمع الفلسطيني صار يطبق العادات والتقاليد أكثر ولا الحكم والدين والقانون أكثر؟ لا، بالنسبة لي بشوف بشكل صريح العادات والتقاليد أكثر، يعني حتى صار الدين يدخل في عادات التقاليد والناس مش حاسة.
هيك بشوف. صار عرف الدين يدخل علينا، صار العادات، العادات والتقاليد تدخل في الدين، الدين بالضبط، بشكل الناس ما بتحس فيه، وصار دمج بيناتهم بطريقة انه صارت الناس تفكر العادات والتقاليد دين في بعض الاحيان يعني. طيب يعني في عنا الممنوع، يعني لو اجي علاء احكي لك ممنوع تصيب هذا الميكروفون بصير لك خاطر تصيبه، يعني الممنوع مرغوب زي ما بيحكوا. وفي انه خطأ تصيب هذا التلفون او الميكروفون، اني افهمك بالغلط. طيب انت برأيك انه نفهم الناس الغلط ولا نحكي ممنوع على العمية؟ بنظري ما بتقدر تحكي ممنوع على العمية، يعني ما فيش إشي بتقدر تمنعه إلا يكون له سبب. بعرفش إذا في أصلاً في الحياة كلها إشي ممنوع هيك بسبب بدون أي مبرر، ما أعتقد فيه، مش خاطر في بالي إشي يعني، إلا إذا أنت بتحكي عن إشي معين. أنا بحكي عن الأمر، يعني بدي أمر مثلاً ولد بحكي له ممنوع. لا بالتأكيد لازم تبرر له كل إشي بتصرفه، ليش ممنوع، ليش مسموح، ليش هيك منيح، ليش هيك مش منيح، وبدك تزرع فيه قيم بالاخر. اذا امرته بدون اسباب منطقيه اكيد مش راح تنزرع فيه القيمه، يعني راح ممكن يرد عليك قدامك بس من وراك ما راح يرد عليك، بس اذا فهمته ليش واعطيته الاسباب والنتائج بتضلها معه لاخر عمره يعني. طيب بعض الاعراف اللي احنا بنعيش فيها، يعني زي العطوات، الشغلات هاي اللي هي تتبع لنظام العادات والتقاليد والقانون العشائري، هل برأيك هي حل في بعض المواقف ولا ما بتكون حل بالمرة؟ يعني بسبب ظروف بلادنا وعدم وجود يمكن سلطة تنفيذية على كل المناطق الفلسطينية، بعتقد ممكن تكون حل جزئي. بالتأكيد هي مش الأحسن، بالتأكيد وجود القانون هو الأحسن، المجرم يتعاقب بالقانون مش على رأي فلان وعلى رأي الشيخ الفلاني وعلى رأي الشيخ العلاني، لا يتحاسب بالقانون والقانون يكون ساري على الجميع. بس زي ما بحكي على الجميع أكيد بالضبط، بسبب غياب يمكن السلطة التنفيذية في بعض المناطق في الضفة الغربية والمناطق العربية جوا، يمكن الإسرائيليين مش سائلين فيها ومعنيين أصلا الجريمة تكون فيها أكثر، خصوصا في الداخل. بالضبط في الداخل في 48 هم اللي يعني بمولوا الأسلحة الغير قانونية في الداخل 100% يعني، بتكون والمخدرات 100% معنيين في مستويات جريمة عالية. فبعتقد الوجهاء العشائر والحلول العشائرية يعني ممكن انها تكون حل جزئي، بتأدي دور معين، وان شاء الله بنقدر نوصل لمرحلة انه يكون القانون موجود على الكل، على كامل التراب عن الحلول العشائرية. بالضبط، شكرا لك يا عم. العفو، شكرا لك، وانت بخير، مع السلامة. باي باي. شكرا. مرحبا. هلا مرحبا. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. عارفين على حالك؟ راندا شوكة غفري من سكان سنجر. حياك الله. شوفي، سؤال اليوم بيحكي انه المجتمع الفلسطيني صار في عنده قصة العادات والتقاليد اقوى من الحكم، حكينا مثلا في الحكم الشرعي او في الحكم القانون او في هاي. انت برأيك انه لسه الناس متقيدة بالعادات والتقاليد اكثر من القانون والشرع؟ طبعا، بس الواحد لازم يلجأ لدينه اولا واخرا قبل العادات والتقاليد، انه في دين اسلامي واولا على اخر، انه العادات والتقاليد صح بتهم الوطن او بتهم المجتمع او القرية اللي احنا عايشين فيه، بس ما بتهم الدنيا والاخرة. فاحنا كشعب لازم نطلع على ديننا واسلامنا ونرجع للدين قبل العادات والتقاليد. طيب الناس صفت تدير بالها من الغلط ولا تدير بالها من الممنوع؟ لا، من الغلط مش من الممنوع، لأنه الغلط بتلاقي إنه الكل بناقضك، أما الممنوع بتحسه إشي عادي إشي طبيعي. طب بيقولوا كل ممنوع مرغوب، شو رأيك في هاي المقولة؟ مظبوط، مقولة مظبوطة معروف فيها، يعني بتطبق في شارعنا؟ لا. الناس اللي أنت مثلا لما تمنعي حدا من أقاربك إنه يصيب تلفونك مثلا، بصير في عنده عادي إنه بده يصيب التلفون، بصير عنده رغبة زيادة إنه يشوف شو جوات داخل هذا التلفون وليش منعتيني؟ لأنه أولا على الآخر إحنا ما بنفهم اللي كبارنا إنه ليش ممنوع، أو ما بنعطيه الفكرة الأساسية إنه ليش ممنوع، بنعطيه المختصر، فبضل الشخص عنده رغبة. بنحاول إنه نتسلط يعني فقط؟ تقريبا. خلص ممنوع يعني ممنوع. ممنوع. بدون أسباب، بدون نقاش. بدون نقاش. مزبوط. بدها أساليب يعني، قصدي؟ بالضبط. طيب لو نيجي للموضوع الأهم اللي إحنا بنناقش فيه، موضوع الدين والعادات والتقاليد، لو أجت بطريقة تفسير إلنا، كان إحنا بنستوعب شو الحرام وشو الحلال وشو الممنوع وشو الغلط؟ مزبوط، ولازم هذا الإشي يلجأ للأسرة
اولا على الاخره، لان الولد بتعلم من اهله اكثر ما بتعلم من برا، ويتعلم برضه. احنا جيلنا الحمد لله رب العالمين متبع على الايفون وعلى التلفونات وعلى التطبيق، جيل الفيسبوك، جيل الفيسبوك والايفون، هذا الايفون 12 والاكس برو، هذول الاشياء. فاحنا لازم نفهمهم لما نعطيهم الجهاز انه شو طريقه الاستخدام فيه، او ايش المعلومات الموجوده يكون فيه داخل هذا الجهاز. شكرا لك. العفو. العام وانت بألف خير. وانت بألف. رمضان كريم. شكرا. مرحبا. أهلين، حياك الله. كل عام وانت بخير. انت بخير ان شاء الله. عرفنا على حالك. محمد سالم. من وين محمد؟ من غزة. حياك الله. الله يسعدك. محمد، اليوم انا في صدد مناقشة موضوع مع الناس، مع الشارع الفلسطيني، اللي هو انه صرنا بتحكمنا العادات والتقاليد ولا بحكمنا الشرع والدين؟ للأسف الشديد. بحكمنا الممنوع ولا بحكمنا الخطأ؟ للأسف الشديد، يعني احنا نسينا الشرع والدين وبنتقيد في العادات والتقاليد، بنعتبرها هي الأساس الحياة، حياة الدنيا. وبالنسبة للتقيد بالحرام والحلال، احنا بنقول عن الحرام عيب، يعني العيب نلتزم فيه أكثر من الحرام. بس طيب، يعني صف الممنوع من الشارع الفلسطيني أو من العادات والتقاليد هو أكثر من الحرم الشرعي، صح؟ صحيح، دائما صحيح. طب ليش؟ شو السبب إنه وصلت هاي المواصلة؟ الثقافات يعني للأسف الشديد، أو الغزو الخارجي يعني، بس هي بتهيئة للثقافات يعني اللي بتسار على مدار التاريخ يعني. بس طب أنت بتشوف ثقافة الشارع الفلسطيني لوين رايحة في هاي الأيام؟ متطرف، بس غير إسلامي يعني، مش متطرف إسلامي، متطرف للعادات الغربية أكثر. يعني متطرف لفكرته، متطرف لعنصريته مثلا؟ لا، للعنصرية أكثر. طب شو العلاج إن شاء الله؟ والله ما بعرف، هذا عندك أخصائيين أكيد بترجعهم في هيك شغلة، بس هذا وباء يعني مستفحل في الشعب الفلسطيني، يعني مش سهل. طب أنت عمرك واجهت مشهد عنصري في البلد؟ أنا صح بحقيقة لا، يعني أنا بصراحة أنا بتعاملش كثير مع الناس، وبتعامل دائما باخلاقي، ما بتعاملش لا انا من غزه ولا من الضفه الغربيه، لغايه الناس في ناس بتعرفنيش انه من غزه يعني، لانه بتعامل، لانه انا كلنا اولاد بلد في الأرض. انا ابن الشعب الفلسطيني، سواء كنت في غزه ولا في الضفه ولا في القدس ولا في الداخل، بس على هذا الاساس بتعامل، عشان هيك ما شفت انا العنصريه. شكرا لك يا محمد. حياك الله. العام وانت بخير. انت بخير ان شاء الله. يعطيك العافيه. مشاهدينا الكرام، كان هذا رأي الشارع الفلسطيني حول موضوع تغليب العادات والتقاليد على موضوع القانون والدين والشرع. كثير منا عمال بيطبق في العادات والتقاليد على حساب بعض الأمور الملزمة لازم تكون على مجتمعنا العربي، مجتمعنا الفلسطيني. مشاهدينا الكرام، أنا بالنسبة لي يجب إعطاء كل شيء حق في كل موقف، يعني حسب كل موقف، لكل مقام مقال. إذا هذا المقام يستدعي الحل بالعادات والتقاليد فيتم ذلك، وإذا كان هذا الحل يستدعي القانون والشرع فله ذلك، يعني بغض النظر عن الآراء التي قيلت في هذا البرنامج. شكرا لكم، إلى اللقاء، سلامات.